بداية اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر الجزيل على الاستجابة السريعة من الدول العربية والأمانة العامة للجامعة لطلب دولة فلسطين عقد هذه الجلسة الاستثنائية لمناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بما عرف بنية الرئيس الأمريكي الإعلان عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وكذلك الحديث عن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. إن القيادة الفلسطينية اعتبرت أن الإقدام على مثل هذه الخطوات يشكل ضربة قوية لعملية السلام، كما أنه يشكل تحديا خطيرا ليس فقط للأمتين العربية والإسلامية وإنما للشرعية الدولية والقانون الدولي، بل وللأعراف وتوجهات المجتمع الدولي ومعظم دول العالم، حيث أن القدس وحسب قرارات الأمم المتحدة المتعاقبة هي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 67، والتي اعترفت بها الأمم المتحدة رسميا كدولة مراقب في العام 2012، كما أن القدس وبهذه الصفة هي عاصمة الدولة الفلسطينية وينطبق عليها ما ينطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتأتي هذه الخطوة الأمريكية أيضا فيما إذا تمت في الوقت الذي تتحدث فيه الإدارة الأمريكية الجديدة عن تحركات سياسية تنوي القيام بها من أجل عملية سلام في الشرق الأوسط ذات مغزى، وكذلك ما تم بخصوص هذا التحرك من جهد عربي جاء بعد قمة عمان في آذار الماضي، والذي تمثل بزيارات رئيس جمهورية مصر العربية وجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين والرئيس محمود عباس إلى واشنطن، كما أيضا زيارات الرئيس ترامب إلى المنطقة. وحين يأتي هذا التوجه الأمريكي في ظل هذا الحراك وهذه الجهود التي يسعى إلى إيجاد حل دائم عادل ودائم للقضية الفلسطينية، فإن الأمر يثير الاستغراب والاستهجان، فالذي يسعى لحل سياسي وعملية سلام ذات مغزى لا يقدم على خطوات من شأنها إعادة خلط الأوراق وخلق ردات فعل وخروج عن سياق التحرك والموقف الدولي من الصراع في الشرق الأوسط الذي يحظى بإجماع. فحل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام لا يتأتى إلا بتطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وغني عن القول أن أي توجه لتغيير مكانة القدس ووضعها القانوني وأهميتها الدينية بالنسبة للمسلمين والمسيحيين سيخلق توترا وأوضاعا ليس من السهل السيطرة عليها، فالقدس لها مكانتها في عقول العرب والمسلمين بكل منابتهم ومواقعهم لكونها أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. ناهيك على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي مساس بمكانة القدس وسيادتها الفلسطينية، ولا نعتقد أن الشعب الفلسطيني الذي قدم تضحيات كبيرة وما بذل من دماء أبنائه على مدار 50 سنة الماضية من أجل صون تراث وطنهم ومقدساتهم في القدس وغيرها من المدن الفلسطينية سيقبل بما يتناقض مع تطلعاته وأحلامه بل وحقوقه. أصحاب المعالي والسعادة، لكل ما تقدم فقد قامت القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الأخ الرئيس محمود عباس بالتشاور مع القيادات العربية والإسلامية والعديد من زعماء العالم والمنظمات الدولية، داعيا الجميع إلى التدخل بالسرعة القصوى للحيلولة دون اتخاذ مثل هذه الخطوات لما تمثله من خطر كبير وما ستخلقه من تطورات ستؤثر بشكل سلبي وصارخ على أكثر من صعيد في المنطقة. وبهذا الخصوص فإننا ندعو لمطالبة الولايات المتحدة الأمريكية باحترام كافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بمدينة القدس، وهي قرارات عديدة وتؤكد على أنها جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة وهي أرض فلسطينية حسب القانون الدولي. كما أن القيادة الفلسطينية التي أبدت المرونة الكافية والتزمت بكل الاتفاقيات المتعلقة بشأن العملية السياسية تطالب الولايات المتحدة بأن تظل
تلعب دورا أساسيا ومحوريا في عملية السلام، وهي البلد الوحيد الذي يستطيع أن يلعب هذا الدور لطبيعة العلاقة بينه وبين إسرائيل، وأن من شأن هذه الخطوة المنوي اتخاذها أن تؤدي إلى حصر الدور الأمريكي ليصبح غير قادر على لعب هذا الدور الوسيط في العمليات السياسية. ومن هنا نود أن نؤكد ونحذر من أن أي اعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل من أي جهة كانت إنما هو تجاوز للقانون الدولي وللأعراف الدولية ولمنطق التاريخ، كما أنه مس كامل بمشاعر الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية، بل ومحبي ومؤيدي السلام في العالم. إن إسرائيل طيلة احتلالها لم تستطع أن تحصل على أي شرعية أو حتى قبول بهذا الاحتلال، والأمر كذلك، فلن يقف الشعب الفلسطيني وكل مناصريه مكتوفي الأيدي وهم الذين قاوموا هذه الدولة المعتدية والمحتلة دون أن يتنازلوا عن أي من حقوقهم. في النهاية أصحاب المعالي والسعادة، أود أن أشير وأؤكد مجددا وباسم الشعب الفلسطيني وقيادته أن جميع الإجراءات الممنهجة وعمليات الاستيطان والضم والتهويد وكل ما قامت وتقوم به إسرائيل الدولة المحتلة هي غير قانونية وغير شرعية، وهي إجراءات باطلة ولاغية، ولا يعيرها شعبنا الفلسطيني أي انتباه، إنما يقوم بتحديها ومقاومتها. وإذا كانت هذه الحالة تتم مع هذا الاحتلال القوي والظالم والمتحكم بكل شيء على أرضنا الفلسطينية، فإن شعبنا لن يعترف ولن يقبل ولن يخضع لأي إجراءات تأتي من أي دولة أو جهة تتناقض مع حق شعبنا المشروع في وطنه وفي قدسه وفي حريته، وأن أي إجراء مهما كان لا يغير من الحقيقة بشيء، ففلسطين والقدس هي أرض عربية فلسطينية وهذه حقيقة ثابتة. أملنا كبير كما عودتنا أمتنا العربية وقياداتها، ونحن على ثقة بأنكم ستعززون صمود شعبنا وستقفون إلى جانبه في كل المحن والكبائر والشدائد. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.